هل الوصية الواجبة لها مستند شرعي أو هل هي مسألة خلافية؟ الوصية الواجبة هذا خلاف ما عليه جماهير أهل العلم، وهي أنه يقول الرجل إذا مات وعنده أولاد وأولاده عندهم أولاد، أحد أولاده يكون مات في حياته، يعني عنده أحفاد من ولده الذي مات، هذا الجد يقولون كان ينبغي له قبل أن يموت أن يكتب شيئا لأولاد ولده الذي مات، لأنهم لا يرثون مع أعمامهم، لأن الأعمام أقرب، أبناء صلب، ابن الابن لا يرث مع وجود الابن المباشر، فقالوا كان ينبغي على الجد أن يتنبه لهذا الأمر وأن يكتب شيئا من ما وأن يكتب شيئا من ماله لأولاد ولده الذين لا يرثونه، يعني من باب أن هذا على الأقل نصيب أبيهم، لو كان أبوهم حيا لورث واستفادوا من هذا المال، لكن لموت أبيهم ضاع حقهم، هو ليس حقا لهم على كل حال، المهم ضاع هذا المال عليهم، فقالوا كان ينبغي بل يجب على الجد أن يراعي هذه القضية. خير إن شاء الله. طيب إذا لم يراعي هذه القضية، لأن الجد هنا جدان، إما جد راعى هذه القضية وجاء وكتب لأولاد أولاده شيئا من ماله بحيث لا يتجاوز الثلث، كتب لهم شيئا من ماله لهذا لأولاد أولادي فلان الذي مات، أولاد ولدي فلان الذي مات في حياتي، وهذا كتبته لأولاده ومات، لأنهم غير ورثة فتجوز الوصية لغير الوارث، هذا نوع، وهذا ما عندنا معه مشكلة. النوع الثاني وهو الجد، ترضون نسمي المهمل، ها؟ ليش؟ ليش أهمل أولاد أولاده؟ ما كتب لهم شيء؟ ها؟ وين الشرع؟ مو من الميراث، يكتب لهم من خارج الميراث. إيه إيه لا تزعل عبد الرحمن. إيه طيب لا مقصر، لا شك لا شك مقصر زين، كان ينبغي أن يكتب لهم خاصة إذا ترك خيرا أن يكتب لأولاد أولادي شيء. النوع الأول كتب، قلنا جزاك الله خير حلت المشكلة أنت. الثاني المشكلة اللي ما كتب شيئا، ما كتب شيئا لأولاد أولاده أو لأولاد ولده الذي مات، فقال أهل العلم أكثرهم قال ليس لهم شيء إذا مات الجد، لأن الأعمام موجودين، موجودون، والأعمام يحجبون الأبناء، يعني أقصد يعني الابن يحجب ابن الابن، طيب فلا يرثون شيئا مع وجود الأبناء المباشرين للميت. وقال بعض أهل العلم قالوا إنه نعتبره كتب، نعتبره كتب وأوصى، ويسمونها الوصية الواجبة، لأنهم يقولون كان يجب عليه أن يوصي لأولاد ولده الذي مات، فإذا لم يوصي لأولاد ولده الذي مات نعتبره أوصى، فنأخذ من ماله ما لا يزيد على الثلث بشرط أن لا يتجاوز نصيبهم نصيب الورثة الحقيقيين، واضح؟ فقال نعطيهم من الثلث فما دون بشرط أن لا يزيد ميراثهم عن ميراث أبنائه الصلب. هذا قول لبعضهم، لكنه قول ضعيف، والصحيح أن ولد الولد لا يرث مع وجود الولد، وليس هناك شيء اسمه وصية واجبة، وهذا خطأ، الوصية الواجبة خطأ، والصحيح أنه لا يرثون شيء، وكان ينبغي على الجد أن يراعي ذلك، فإذا لم يراعي فليس لهم شيء، وعلى أعمامهم حقيقة كما قال الله تبارك وتعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فهؤلاء من أولي القربى، فكان ينبغي على الأعمام الورثة بشكل عام كان ينبغي عليه أن يعطوهم شيئا من الميراث، أن يعطوهم شيئا من طيب نفس، ليس حقا وإنما من طيب نفس، كما قال الله تبارك وتعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، أن يعطوهم من هذا الباب لا من باب ميراث وإنما من باب هبة، يهبونهم شيئا من المال.